السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. في هذا الفيديو بغيت نقدم معكم حلوة كتجي زوينة وبنينة اقتصادية. نطول عليكم، ندوزو ان شاء الله للطريقة والمقادير في نفس الوقت. عندي هنا ثلاثة ديال البيضات متوسطين، الا كانوا كبارين بزاف غير جوج كافيين. عندي جوج ديال ساشي فاني، شويه د الملحه، نص كاس ديال السكر حبيبات، غنخلط مزيان حتى تذوب لي تذوب السكر سنيده. زيد كاس ديال الزيت عامر بهذا الحجم، عندي هنا كاوكاو مطحون هكا جوج معالق كبار، عندي هنا كيلو ديال الدقيق، الدقيق الابيض فورس كيلو، عندي هنا خمارة 8 غرام وحدة، نجي العجينة ديالي على هاد القوام هذا هكا، كتجي رطبة، مكنقصحوهاش بزاف، كتجي شوية رطبة، كنخليوها رطبة. الدقيق بقالي هاد القدر كلو هكا، مدخلاتليش الدقيق كلشي، دخلتلي خمسة ديال الكيسان العنبة هكا تقريبا، نص كيلو وشي شوية. غادي ندير الحلوة ديالي على شكل غريبة هكا، انا غنستمر بهذه الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي ونرجع معكم. انا استفتهم في اللاطه بهذه الطريقه، خرجت لي لاطه كبيره وهاد شويه هكا درتو في هذه اللاطه صغيره. دابا غندير لهم حفيره في الوسط بهذه الطريقه، انا صوبت فيها الحفيرات كاملين بهذه الطريقه. دابا غندخلها للفران، الفران عندي سخون شويه سخنته، وغنقاص باش الحلوه ديالي تطيب على خاطرها، ونرجع معكم ان شاء الله. ها الحلوه ديالي كتجي على هذا الشكل من بعد ما خرجتها من الفران، ها هي. دابا غندوز ان شاء الله معكم للتزيين.
هنا كاوكاو مهرمش بهذه الطريقة هكا، وهذاك اللي غربلت منه قبيله اللي درتو في العجينة راه من هنايا، ما عندي انا فين غنديرو، درتو في العجينة الاول. وعندي هنا كونفيتير ديال المشماش هكا، دابا ان شاء الله غادي ندوزو للتزيين. وهاد الحلوة راه كتجي اقتصادية وكتجي بنينة، كدير كتجي على هاد الشكل. غنستمر على هذه الطريقه حتى نسالي الكميه اللي عندي ان شاء الله ونرجع معكم. ها الحلوه ديالي كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه وكتجي بكميه كثيره، كتعطينا كميه كثيره تبارك الله واقتصاديه. المقادير ديالها كاينين في كل بيت. وما تنساوناش من لايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ندوز نشوف معكم وحده تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي زوينه.